بحسب مصدر مقرب من الإدارة، كان من المقرر أن يتحصل فارس بهلولي على ورقة الإفراج عنه الليلة الماضية أو في الساعات القليلة المقبلة. وافق الرئيس ياريشان على كل شيء معه، وهو ينتظره فقط للحصول على ورقة الإفراج عنه لإنهاء إجراءات نقله إلى الشبيبة. على الرغم من أن الإدارة قررت الاحتفاظ بالحارس مجادل وعدم تعيين حارس مرمى جديد مكانه، إلا أنه لم يعد جزءاً من خطة المدرب حمدي لمرحلة العودة. والدليل أنه لم يكن لديه أي فرصة للعب أمس ضد شختار دونيتس، حيث ألعب المدرب الحارس حديد في الشوط الأول، وبعدها أشرك سي دي صالح في الشوط الثاني. انتقد مجادل لأنه تلقى 3 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة الودية ضد كيزيل الكازاخستاني. يجب على مجادل العودة بسرعة لأفضل مستوى له إذا أراد أن يمنحه المدرب فرصة ثانية. وبخصوص لاعب الوسط الإفرانكو جزائري رشيد آيت عثمان الذي ما زال قيد التجربة، ألمح المدرب حمدي أنه راض على أداء آيت عثمان حتى الآن. يتمتع آيت عثمان بثقافة تكتيكية رائعة، حيث قال مدرب شبيبة القبائل: من الناحية البدنية هو يعمل بجد ويتحسن يوماً بعد يوم. أخيراً يبدو أن الإبقاء على رشيد آيت عثمان في تشكيلة شبيبة القبائل أصبح ممكناً. على الرغم من أنه ليس في أفضل حالاته، إلا أن المدرب حمدي طلب من الإدارة الاحتفاظ به بحجة أنه سيكون مفيداً للفريق في مرحلة الإياب، حيث أشركه كأساسي في مباراة أمس، مما يثبت أنه يراهن عليه للعب المرحلة الثانية من البطولة مع الشبيبة. كان أداء آيت عثمان مقبولاً أمس أمام الفريق الرديف لشختار دونيتس، لكنها ليست مباراة مرجعية. لم يلعب آيت عثمان منذ فترة طويلة، لكن المدرب حمدي يعتقد أنه يستطيع تقديم الكثير للفريق، كما لم يخفي إعجابه باللاعب أخريب أيضاً. أخريب كانت عودته جيدة جداً، إنه لاعب واعد، هكذا صرح المدرب حمدي. يبذل الرئيس ياريشان قصارى جهده للتعاقد مع لاعب خط وسط على الرغم من قرار المدرب بالإبقاء على آيت عثمان. إنه على اتصال متقدم جداً مع لاعب وسط مسترجع، وسيقوم بالتعاقد معه في الساعات القليلة القادمة. غداً في تمام الساعة 11 صباحاً يلتقي شبيبة القبائل فريق ملادوست الصربية. بعد مباراة الأمس ضد شختار دونيتس، سيواصل شبيبة القبائل هذا المعسكر التدريبي بمباراة ودية ثالثة يوم الجمعة، وسينافس الشبيبة الفريق الصربي الذي يلعب في جولين سوبر ليك ويحتل حالياً المركز 12.